بحاول ان اتكلم مع حد او اطلع حاجه من اللي جوايا، خصوصا في البيت عند مشلاق. طب خلاص هعيط، بس ما ينفعش اعيط عشان انا راجل الكلام ده. فسبت البيت ودخلت مؤسسه حكوميه. قابلت في المؤسسه دي مشاكل كتير قوي، يمكن هي نفس المشاكل اللي كانت مع بابايا بس اكتر شويه. مش عارفه لو دخلت 30 سنه هعمل ايه؟ هلاقي شاب كام و30 لسه ما اتجوزش؟ كده هلاقيه متجوز ومطلق، اكيد هلاقي شكله كبير، كده هلاقي فيه مشكله. كنت بتخانق معاه كل يوم عشان ينزل يروح الشغل، ولا كان بيجيب فلوس ولا كان بيجيب قرض. كان بيشرب مخدرات قدامي وجنبي على السرير وانا حامل، وقلت ماشي. اشتغلت خدامه لاخته، ماشي. عرفت ان اخوه كان محبوس 15 سنه سجن وسكت. اخواتي راميني ما بيسالوش فيا، الطلاق ده عندهم كاني عملت عمل. زعلانين عشان ما كبرتهمش وقلت لهم اني هطلق، وهم لو كبرتهم كانوا هياخدوا عيالي مني.